شعور الانتماء الى الاسره الكونيه، وهو حر ان يعتقد ما شاء. صوره المسرحيه تهاجم على السلطه، انت لولا حد صوت ما كنتش هتبقى مثل ما هو. اذا مرحبا بكم اعزائي هذه الندوه. اوكي، اذا اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في الحوار المباشر مرة أخرى مباشرة معكم. معي اليوم كما تشوفوا في الصورة دوك صمد، مرحبا بك دوك. مساء الخير أخي العزيز، ومساء الخير لجميع المتابعين ديالك في القناة ديال حوارات هشام. وجد سعيد على أنني نتلقى بك للمرة الثانية في دي كونديسيون مختلفين، إنما دائما الفرحة في قلبي على أنني نتلقى معك، ويكون لي الحظ على أنني نكون مع محاور بثقافتك تبارك الله وبأسلوبك الراقي وأسلوبك المتحضر في الحوار. شكرا عزيزي على هذا الكلام الجميل اللي ما تنستحقوش، ولكن شكرا بزاف. شكرا لا. شكرا. إذا معنا بزاف ديال الناس اللي متشوقين، أنا متأكد أنهم يسمعوا الأخبار الجديدة ديالك وشنو كيان، ويستافدوا كذلك من المعلومات الرائعة اللي ستعطي دائما. غير هو بغيت نقول للناس بان ما عندناش الوقت بزاف، فعندنا تقريبا ساعه ساعه وشويه على حسب الكرم ديال الدوك معنا، فنحاول نطرح اكبر عدد ممكن ديال الاسئله، ونحاول كذلك اننا تكون الاجوبه مختصره باش يكون داكشي هو هذاك. اوكي، اذا قبل هذا الشيء كامل، كي داير مع اولا مع الجائحه، كي داير مع هذا البانديميك، كي دايره الاوضاع؟ خويا الجائحه ما درت لنا والو، لان الجائحه بالعكس ربتنا على بزاف ديال الحوايج، وعلمتنا بزاف ديال القواعد الاساسيه اللي افتقدناها في الحياه ديالنا، وافتقدناها في الممارسات اليوميه ديالنا. جائحه كورونا علمتنا على اننا نعيد حساباتنا في بزاف ديال الحوايج، في مبادئنا وفي اصولنا وفي بزاف ديال المسائل اللي كنا عايشين غير عايمين فيها. الجائحه في يد جائحتها. باركونتر كنحتفل معاك اليوم، مبغيتش نقولها لك قبيله، مرور سنتين بيل بوال وانا خارج البلاد، وانا خارج المغرب، اللي هي واحد الحاجه اللي هي صعيبه بزاف واللي كنعيشها. ما نقولكش بحزن، لانني لا اؤمن بالحزن ولا بالفرح، انما اعيشها بواحد صعوبه، ماشي الحمد لله اجتماعية أو لا مادية، بل هي صعوبة شوية نفسية، لأنني عمرني ما طولت على المغرب أكثر من سنتين. وي الغربة، وي أكيد، سيرتو في هذه الحالة نيت اللي حنا تنعيشوها دابا ديال المرض، والناس تيتجمع واحد تيتجمع مع حبابو مع هادي، ودابا مفرقين وما قادرينش تنزوروهم ولا هما يزورونا، بقاو يبعدوا من هاد الساعة. أوكي، بغيت نقول للناس اللي متابعينا، يعني كاين امكانيه ديال طرحوا الاسئله ديالكم من دابا، وغنحاول ندخل اكبر عدد ممكن ديال الاسئله، فاللي عنده سؤال اللي عندها سؤال ممكن طرحوه من دابا، غادي نوجهوه للدوك صمد. اكيد كما قلتي الحوار الاول ديالنا كان في واحد الظروف اللي مختلفه تماما على الظروف اللي احنا فيها دابا، وتنظن انا واحد من الناس اللي باغيين يعرفوا اولا شنو وقع، وثانيا علاش هذه الغيبه، وثالثا علاش في هذا الوقت هذا الرجوع للواجهه. الى ممكن تفصل هاد الثلاثه بشويه بشويه باش نفهموا واش وقع بالضبط. الغيبه لحقاش غضبان، اوكي، ما عندهاش شي تفسير اخر من غير انني غضبان. شنو وقع؟ وقع هي انني بلغ السيل الزوبه. ومن كنقول بلغ السيل الزوبه، يعني وصلت لواحد النقطه ديال أن في ذاك الوقت لا رجوع. اللي وقع هو أنني تعنفت نفسيا دو توت فاسون منين بديت، لحقاش بحال العظيم بحال راني جبت لهم القطة الزرقاء. منين بان دوك صمد ما عرفتش شنو، ما كاينش شي مقابلة أولا شي حاجة كتخرج ما كيخرجش فيها شي انتقاد ولا هذا، كنت نقول بأنه ما فيها باس، هادي ضريبة الشهرة أونتخ بارونتيز، ما فيها باس راه منين كتكون مشهور أولا منين كتكون تدير شي حاجة اللي هي مزيانه، وعلى اساس راه ديما كيكون الانتقاد هو وسيله اللي هي اساسيه، انما الانتقاد وصل لواحد الدرجه ديال البغي، وصل لدرجه ديال الكراهيه اللي هي مطلقه، اللي خلتني على انني كنقول اش رابح انا من هادشي، انا كامل كاع اش فيه من ربح، زائد العنف الجسدي اللي تعرضت ليه واللي
الغالبيه كل شيء شكك فيه ولا وقعت له حاجه اخرى ودارت ايتسيتيرا ماشا ايتو. وي كان بزاف ديال الخلط عرفوا دو توت فاسون اكثريته من الناس اللي كيكرهوني وما تنقولهمش بغيوني لحقاش ما انا ما كنقلبش على اللي بغيني او اللي كرهني، انا كنقلب فقط على انني كنت ندوز المنفعه العامه ونفيد ما تعلمته في حياتي من تجارب ودراسات وممارسات نفيد به المجتمع ونفيد به ما حولي. اما ما عمري ما كنت نطلب على ان شي واحد يجي يصفق ليا ولا يقول لي كنبغيك ولا كن هذا، هذه مساله اللي هي مفروغه. انما كانوا ناس اللي واخدينا على اساس انها كراهيه بالنسبه ليا، كيكرهوا داك الانسان ما كنحملوش هذاك بنادم ما تيدخلليش البواب، من حقه على انه يكرهني او لا ما يحملنيش، انما ما من حقوش على انه يوصلني لدرجه البغي على انها تقيس ذاتي كذاتي كانسان. وقعوا لي جوج ديال التعنفات او لجوج ديال المرات اللي تعنفت فيها. المره الاولى اللي تعنفت فيها سديت فمي وسكت وما قلت حتى شي اشكال، كانت في حدا داري في المكان ديال السكنه اللي كنت ساكن فيه بالدار البيضاء. والمره الثانيه كانت هي التعنف عندي داخل العياده اللي شقلبوها وقالوا كاين الكاميرات وكاينين وما وقع حتى حاجه. وي وي فوالا هادشي اللي تقال بان حتى العساس ديال العماره داكشي اللي قال بان راه كاين الكاميرات ما وقع والو، يعني بحال هادشي غير تمثيليه ديال التعنيف اللي ما كايناش في حقها. داكو غادي نجاوب على هادي باسكو وهنايا كنحتقر الناس اللي كيديو هاد الرساله هادي حقاش كيسمعوا من طرف، ما كيسمعوش من جوج اطراف، سمعوا من طرف واحد بحال هذاك تنقولوا الربيب تيدخل الطين في الصيف ويدخل الغبره في الشتاء. كنتسناو كانوا كيتسناو غير ديك ام اجي نقبطوا لا دونك راه غير فاعل وترك ايتترا وخليتهم في هواهم، لان ما لمن غتفسر ما عندكش لمن غادي تفسر. اولا كنأكد وكنزيد نأكد وبزاف ديال الناس كانوا كيجيو عندي لو سنتر ديالي عمر ما كانت عندنا شي كاميرا نهائيا، وما يمكنش حتى وان كان نكون حمار ونقول بانني تعنفت وانا عندي الكاميرات. لحقاش ملي غادي نقول تعنف غادي نجيبو لي زونغوجيسترومون ديال الكاميرات، وهذاك اللي هضر وقالك بان كاين الكاميرات في العماره وكاين الكاميرات اللي عندي في لو سنتر، علاش ما جبدوش التسجيلات ديال هاد الكاميرات هادي باش يكذبوا ما يقال؟ كاين شي واحد اللي يهضر لان ما كاينينش كاميرات. ثانيا كيف لك ان تسال على وتسال شخص اللي هو نورمالمون خصو يكون حاضر كحارس وكامن بالنسبه للعماره؟ لحقاش الحارس هو الامن ديال العماره، تنعرف شكون طاع وشكون هابط ايتترا، مي هذاك الحارس كان تيشد الباب في 7 ديال العشيه حتى ملي كانوا كيجيو عندي لي كليون ديالي، ديما خصني انا نهبط نحل الباب اولا السيده اللي كانت تشتغل معايا هي اللي تهبط الباب. وهذا شيء اللي هو معروف عند بالنسبه لمجموعه الناس اللي كانوا كيجيو عندي اللي ما فيه الا ولا حتى. فبالتالي هذاك كان رافض الطب باسكو كنت نخدم حتى الى ما غير ساعه، وكنت ندير كحمار الناعوره اللايف حتى 12 د الليل و 11 د الليل باش نفيد عباد الله وباش نسبع المعايير ونتعاير في اللايفات ديالي ايتترا. كنت نقول بالنشمال المنفعه العامه الصاد كان تيشد الباب مع 7 ديال العشيه وتيمشي هو بحالاته تيهبط لاكاب في نساكن ما عليه ما به. فبالتالي باش يخرج كذلك تم مسؤوليته من هذه القضيه هذه ديال العنف اللي وقع لي، قال لك هو ما وقع حتى شي حاجه وما هذا، لان كل شيء ديكلاريت غادي نعيطوا له هو الاول. فين كنت يا خويا منين طلعوا هاد الناس هادو عند داك السيد اللي هو الفوق؟ دونك ما كنحاورش العقول الصغيره سورتو فيما يتعلق بما هو شخصي، فيما يتعلق بما هو عملي أحاور جميع العقول لأن عملي أنني نحاور جميع العقول. أما فيما يخص ما هو شخصي وفيما يهمني أنا كعبد الصمد بن الله ما كنحاورش العقول الصغيرة، لأنني ما عنديش لاباسيونس بحال اللي عندي لاباسيونس أون طونك دوك صمد كعبد الصمد، ما عنديش لاباسيونس على أنني نجلس نفسر لعقول صغيرة ما كتحللش وما كتركش أو لا كتحلل وكتركز الحاجة اللي بغات واللي ما بغاتش تشوفها كدير عينها هكا بحال ديال عين ديال استغفر الله العلي العظيم وهو تيحل هكا غير تيشوف وهو تيشوف الشيخه تتشطح. دوك ما كنحاورش هاد العقول الصغيره هادي. كملتها في عظامي خديت
مكفى من الراحة ديالي في وسط داري، ما عرفني حد شنو وقع لي، ما عرفني حد بوكو تشوز، غادرت المغرب وأنا في صحة جيدة. زعما الكدمات مشاو وبوكو تشوز اللي هما مشاو، راني صيفط لك التصاور وقلت لك بوغ لا بروميير فوا بغيتك أنت يكون عندك هاد التصاور هادي، باش الناس ألا داير عملية تجميل ولا مداش عملية تجميل. أنا كنت ندير عملية تجميل ولا كندير وخز بالإبر ولا كندير شي حاجة، أنا كنخرج فيها بالفور يا شيخور، ما عندي حتى شي إشكال، لحقاش ما عنديش حتى شي واحد الحق على أنه يجي يدخل فيا بداتي واش داير ولا ما دايرش. وثانيا ما كاينش بالعربيه تعرف، ما كاينش واحد اللي كيجي كيخلص عليا شي عمليه باش نعطيه تفسير واش درتها ولا ما درتهاش. هذه حريه شخصيه، هذه حريه شخصيه. بغيت نركز على النقطه اللي من بدينا المباشريه التعاود، بيان سور ومتوقع ان التعاود هي المساله ديال الشهاده الاكاديميه. هذه التعاودات تعاودات تعاودات، بغاو الناس يعرفوا بيان سور شنو وقع، واش بصح كاينه شهاده اكاديميه ولا ما كايناش، واش انت كنتي منتحل صفه الطبيب وانت ماشي فوالا. بصح عمرو ما حط رجلو في كليه الطب، هذا الشيء كامل وي فوالا، مزور شهاده، هذا جميع القصص اللي سمعنا. نكمل لك القصص باش نجاوبك. اوكي غير على الوقت، غير على الوقت. اوكي لا ممكن مش كنبقى معك حتى الوحده الصباح صافي، قالها هات وشهدوا عليه. سير ما نعطيش ما نعطيش. اوكي خرج من السنه الثالثه، طردوه من السنه الخامسه، عمره ما طلع. اقرب المقربين اللي كنت نعتبرهم اصدقاء كانوا تيقولوا لي لا انت عمرك ما دخلتي لكليه الطب، انت عندك غير الهلال، الشهاده ديال الهلال الاحمر، وا 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 الى ما غير ذلك. علاش ما بوستيتش الوثائق ديالي؟ نقول لك اولا علاش، لانني فاتح ان سونتر افيك اون ديكلاراسيون و افيك وراق ديال بلاد الحق والقانون. انا ما كنتش حل ان سونتر في الغابه، انا كنت حل ان سونتر اون بلان بولفار عبد المؤمن. المقدم تيعرفك حتى شنو كتفطر، فما بالك ممارستك للمهنه ديالك لمده 4 سنوات وانا حل مون كابيني دو دوكسامات. اولا، ثانيا لوتوريزاسيون اللي عندي ديال لو سونتر اللي خداوها اصحاب العقول الصغيره اللي خداو غير ها هو راه دوكسامات عنده غير شركه، وهبط اخويا وشوف لو سونتر ديال دوكسامات فاش سبيسيفيك. هي اللي صيفطت لك اليوم، ما كنشوفش شنو كتبوستي، مي بون tu peux la poster mais dit chez ISK. فوسط الورقه ديالك شنو عندك دوكسامات شنو كيعطي؟ دي سيرفيس ميديكو، هذه الثانيه. الثالثه، ملي كانت البلاكه ملي كتوقف وكتشوف عند من كتطلع، كتطلع عند دوكسامات، ما كتطلعش عند الدكتور عبد الصمد بن علا. هذه الحاجه الثالثه. الحاجه الرابعه، يكفيني على انني قضيت 8 ديال السنوات في كليه الطب، ناقشت اطروحتي ولا ما ناقشتش اطروحتي، هذاك الشغل شغلي اللي ما عنديش حتى شي واحد الحق على انني نجي نعطيه تفسير، حقاش ما كاين عندي حتى شي واحد اللي كان تيجي عندي باش غادي نقول له بانني اجي اخويا عندي غادي نكتب لك الريفوترين ونكتب لك دواء الحماق. الناس كانوا كيجيو عندي على اساس انني ان اكومبانياتور سيكولوجيك، وعلى اساس انني ان دوكساماد كي كونساي. الحاجه الخامسه، انطلاقا من السنه السادسه وكنتمنى على انني يكونوا معنا طلبه ديال كليه الطب، كيكون عندنا ان كاشي اللي كيخولنا الحق على اننا نكتبوا الدواء. بلوس كو سا، ملي كتمشيو لي زورجونس، بالنسبه للناس اللي كتمشي لي زورجونس لا في سنه سادسه ولا في سنه سابعه، شكون اللي كيدوز لكم؟ لي زانترن. ولي زانترن عندهم شهاده ديال الدكتوراه؟ ما عندهمش، مي زون لو كاشي باسكو عندنا لا كاباسيتي على اننا نكتبوا الدواء ابارتيغ دو 6ييم اني دو ميديسين. السنه السابعه ديالي دو ميديسين الى ايتي كومبليتي، وصيفط لك لا بروف ديالها. نعم صحيح، هذا انا عندي البطاقه ديال الطالب ديال السنه السابعه عندي قدام عيني هنايا. جو ني اوكان كونت، وكنقولها لك هشام اخي، اغوندغ ا كيك سو سوا، لحقاش انا مغربي وكنامن بدوله القانون وكنامن بدوله الحق وكنامن بانني جيتي ريغلو دو ا ا زد، لانني فتحت ان سونتر داكومبانيومون بسيكولوجيك دو كوتشين اي اوسي دو سيكسوثيرابي، وعندي لوتوريزاسيون مكتوبه اي سي سبيسيفي سيرفيس ميديكو. صح. دونك دوك اللي قلت لك اللي كانوا كيقلبوا على غير ديك الهوته ديال ا اقبط عندك يزهق، هما اللي تيسولوا هاد الاسئله هادي. علاش؟ لحقاش ما حاملينش داك السيد منين ذهب وما كنلعبش دور الضحيه،
Et je suis le premier à l'année qu'on t'engouffre, ne jouez pas le rôle de victime parce que vous trouvez le cercle vicieux d'être les victimes. Vous n'avez pas besoin d'être des victimes. Allah d'or d'être nefsi. Il n'a pas d'aïe haq. N'est-ce qu'un insan qui تهمني على انك تجي تقول لي والله جي ورينا شكون انت خويا جهه مختصه باش نجي نوريك انا وثائق رسميه ديالي اولا ثانيا من تكون في خلق الرحمن على انني غادي نجي ونعطيك تفسير وانت منين بديت وانت تتعاير فيا اللي غنعطي تفسير بعد الناس اللي كنبغي واللي كيبغيوني كيحترموا سورتو سمح لي ماشي كنبغيو كيبغيني كن جو روتير سيت اكسبريسيون باسكو ما كنقلبش على اللي كيبغيني ولا اللي كيكرهني على الناس اللي كيحترموا العمل ديالي هذا كنعطيه تفسير ونشرح له اليوم قبل ما تقول لي صيفط صيفط لك وثائق صحيح حقاش كنحترمك اما انسان انا نجي ونبدا ندير وثائق رسميه اللي هي محطوطه وديجا خرجات هذه الوثائق الرسميه ما بالك يا اخي مشاو خرجوا لي لا فيش انتروبوميتريك ديالي من الكوميساريه في العصابه المزعومه لا فيش انتروبوميتريك ديالك ما كتخرجش الا بنتا عندك هادشي علاش كامل شغل الفاجرات والعاهرات باش يقول لك بانني الدوكسا ما درا مولود في 16 ديسمبر 79 ها هو راه كاتب عليكم في شهاده الخلق فنوصلت الوقاحه للانسان بيغ وصلت الوقاحه للانسان على انك تجي تفبرك تصويره وتقول بانني كندير لايف وانا مع العاشق ديالي في الطليان وانا عريان شوف العقل الدماغ ديال الكراهيه والبغي اللي وصل له البشر باش يجي يقول لك بانني داير لي تصويرتي من التحت عريان وقال لك انا كندير لايف مع العاشق الطلياني ديالي الا كنت مع العاشق ديالي ولا مع عاشقتي اولا هذاك بعدا سوقي ثانيا الا كنت مع عاشق ومع عاشقتي ما غاديش نجي نفتح اللايف ونجي نبدا نفزفز راسي باش يبداو يطلعوا لي ان بوتي بو دو فيما دابا تبارك الله اللايف تطلعوا غير تعرى ولا دير شي مصيبه وتقول شو ها البوز كيطلعوا لك الملايين ما نهضرش هذه وقيله موضوع اخر نهضروا فيه هذا لو لايف هذا والحاجه الثالثه لينفريد ان كانت التصويره مثلا بالصح ياك طالع اللايف غير باش نسمعك ياك طالع اللايف باش نوجهك ياك طالع اللايف ماشي باش ندير لك اشهار ديال منتوج ولا نقول لك شري وفعل وترك باش نربح من موراها البينغا دير اللايف باش نفيدك فما بالك انسان كتفيدو شوف فين وصلتي مع هاد لي شوز عرضي وشرفي تكال لانكم كان عندي درجه التهكه ديال عدم التوازن النفسي كنت حرت واه اكيد داك الضغط اللي كان كبير بزاف بغيت نركز على جوج مجالات ونفرقوا بيناتهم يعني كاين هذه المساله ديال الشهاده الاكاديميه تنظن راه توضحات صيفطتي ليا ها هما يعني الوثائق قدام عيني بطاقه ديال الطالب السنه السابعه ديال الطب كاع المسائل اللي عندها علاقه بالدراسه ديالك انت صيفطتي ليا بغيت نرجع للمساله ديال العنف اللي وقع اسمح لي قطعتك بلا سلوت تفضل عزيز نعم قال لك سيدي انا شوهت وزورت الشهاده شتوني انا بوستيت الشهاده ديالي في البوست ديالي في لي كونط ديالي ريسبكتيف واش شفتو ان بوست اللي فيه دوك صامد وتيقول لكم ها هي الشهاده ديالي كنتحدى شي واحد يقولها لي عمري ما بوستيت الشهاده ديالي دو مافي الا كنتو كتبعوا الفاجرات والقواويد هي راه كلمه عربيه ماشي كلمه اللي هي بالدارجه لانها مهنه دونك تنكلي على انني نقولها والشواد اللي نتوما كتطلعوا لهم الهيمه وكتطلعوا لهم القيمه وكتطلعوا لهم الشان والمرشان وكتاخذوهم كعبره ما تجيوش عندي انا كصاحب مبدا على انك تجي تهمني بانني انا بوستيت لك شهاده اللي هي مزوره غادي تطبي دابا تدخل فيسبوك دير دوك صامد غيخرجوا لك 10 د لي كونط كو جي سينيالي ا شاك فوا ومزالين للعلم وللذكر انا مثلا الكونط ديالي فيسبوك دوك صامد ما عنديش مشالي في ابريل 2018 اللي كان عندي فيه اكثر من نص مليون متابع واللي كنت ندير فيه لي لايف انا كنقولها اليوم ما عندي حتى شي كونط فيسبوك عندي ان كونط اوفيسيال انستغرام وعندي قناه وحده يوتيوب من بعد ما بيراطاو لي القناه ديالي وعطاوها لشي قناه ديال الطبخ ولات عندي قناه ديالي عبد الصمد بن علي
دونك وانا كنقولها وكنعاودها وكنزيد نعاودها، ما كنعطيش تبرير، ما كنعطيش تفسير. اوكي كنشرح دابور الانسان كنحترمو اللي هو انت، والناس اللي كنحترمها لانها متابعين انسان اللي هو مثقف. لحقاش طلعت في كذا من اللايفات، عمري ما هضرت هاد الهضره هكا، لحقاش ما كنعرف شنو كاين. مي انا كنتحاور مع فئه اللي عندها عقل، ما كنتحاورش مع فئه اللي عندها حاجه اخرى في بلاصه المخ. لذلك اعتمد على عقلانيه في تفسيري وفي شرحي للمسائل، اللي ما كنبررش. لحقاش اللي بغى يتيق يتيق، واللي ما بغاش يتيق له لا يتيق، سي سون بروبليم، سي با لو ميا. اوكي انا تنظن بان الناس اللي تيتابعوك عندهم بحال تقول كاين اللي فريمون تيقلب على هاد العيبات هاد السفايف، يعني عنده واحد الكره عنده هادي، وكاين كذلك عاوتاني اللي باغي غير يفهم. يعني خصنا حتى هاد الفئه هادي نتعاملوا معها، لان باغيين غير يفهموا، دايخين تجيهم هضره من هنا تجيهم هضره من هنا، ما عارفينش فين كاين الحقيقه الوسط. وي من طريقه السؤال. نعم نعم اكيد 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 من البدايه. وصفت لك ان اكزامبل وي سكرين شوت وي اللي قال بان داك فلان ديك العصابه ديال داك فلان دارت لك وفعلات لك. هذا باغي يفهم نو هذه باينه يعني باين الخبر وي. ولكن فريمون انا بغيت نركز مع الناس اللي باغيين يفهموا، ولذلك انا حتى تنفلتري الاسئله، لان تنشوف بعض المرات اسئله باين عاوتاني اللي باغي شنو، يعني المقاصد راه واضحه. غير بالنسبه لمساله العنف، لان شنو هو السبب الرئيسي ديال التعنيف اللي وقع لك؟ يعني هذا اللي الناس باغا تفهم، يعني شنو السبب ديريكت المباشر اللي من اجله تعرضتي للعنف؟ يعني كاين الناس ما تيحملوهمش في المغرب، كاين الناس اللي عليهم هجومات هذه، ولكن ما عمرها تتوصل للعنف. يعني علاش وصلت للعنف في الحاله ديالك؟ غادي نسالك سؤال اللي هو مباشر اخي هشام. نعم. زعما ما فيهش سون سونس فيغوري وي فريمون المباشر. مين كنقول لك دوك سماد، شنو اول كلمه كتبان لك على الراس؟ كلمه سينونيم دو كوا، كلمه ولا جمله كيف ما بغيتي. انا الطب النفسي هي اول حاجه تطيح لي في بالي. شنو اخر ظريف انت معايا؟ نسى بانك ظريف معايا. نو فريمون هادشي انا تنبان لي الطب النفسي استشاره تي مؤثر، تيهضر في اليوتيوب، تينصح الناس، يعني هذه هي كلمه مهمه. وي الكلمه الثانيه سيغمون طلع لك مالوغوزمون ما كنشوفش شنو كيتكتب. كاين خليط ديال التعليقات. بغيت نسمعوا. اوكي. يعني من الناس شنو تيجاوبوا على هذا السؤال هذا؟ ملي كتسمع ملي تقول لهم دوك صامد داك. اوكي يعني تيقولوا الكلمه ديال مثلي، كاينه المثليه. واش مثلي؟ كيقولوا داك الزامل. فانا تنتحفظ على الكلمات وتنترجمها. فوالا. وي. هذه الاولى. زائد الثانية أنها مؤثر. شنو آخر؟ نتنشوف كاين اللي تيقول شنو كاين هنايا، كاين هو كاين صراحة بزاف اللي تيقولوا نورمال، يعني نفس ما كاين حتى شي حاجة، ما كاين هذه، يعني كاين داكشي خليط كما قلت، خليط فلش بعضوها التناسلي. أوكي أنا غنتبعهم مزروبين، ديفيرون، جاي، رملة تزيد على النقطة، مثقف، جاي، قاري، مرمل، يعني بيان سي طير هذا التكست فما نقدرش نجبد كل شيء، ولكن كاين اللي تيقول دكتور، راقي، يعني تزيد عليك بزاف ديال راقي ماشي شرعي، لا ما قالش شرعي ولكن بقى تزيد عليك راقي غير شرعي. غادي نوصلوا لشي حوايج لا تحمد عقبه باش ما نطولش. وي من بين الاسباب الاساسيه اخي ديال العنف هي التوجه الجنسي. اوكي اولا. ثانيا السبب الثاني والاساسي اللي كان ديال العنف هي لفت على انني في 2017 و 2018 وصلت للاوج ديال التاثير. كنت نبوستي حاجه تك 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 تطلع. صحيح انا عاقل على هذه الفتره هذه. صح ولا عندي راي فمي ما كيسكتش، وهذا ديفو كنعترف به. كانوا كيسموني كذلك اون لانغ دو بوت. لحقاش
اللي مشيت في قلبي، القلب ما كيهضرش، اللي في عقلي في لساني، احلل واناقش. كنت جالس في ان ريستوران، ولا كنت جالس في ان كاباري، ولا كنت جالس في مسجد، ولا كنت جالس في مكتبه، ولا كنت جالس في الترام، غير تتنغزني كنطق. دي الحاجه الثانيه المهمه بزاف. الحاجه الثالثه، وقالوا الناس الولق دام خوك في الحرفه عيدوك. انا ما كنت تنسالي خدمتي، تندخل في الثمانيه ولا الثمانيه ونص ولا التسعود، ما كنت تنسالي الى ما لا نهايه. قلت الحمد لله ربي مفيد عليا رزقه. سكي يا كوزي لو شوماج بور سيغتان. واللي تكتشف من بعد ان شكون اللي كان وراء تشهير الخانز حاشا وجهك بيا، ناس اللي في لو دومين، وانا كنقولها لك اول مره، اللي عطاو عليا فلوس باش نتشهر، لان ديك العصابه كانت تقبض الفلوس وكتشهر صاحب دعوتها. نعم، تعطى عليا فلوس باش خرجت عليا اكبر حمله تشهيريه وتشويهيه على الوجود، اللي ما قالوش حتى والديا انا وياك ما كتبغينيش، شداك لامي وبا. صح. ولا اش كتسنى وحاشاكم من ولد القواده، مو فعاله وتاركه، مو ولات تداوي على الباركنسون، شدكم ليا. يعني ما راعوش ولو ثانيه اللي هزيت فيها ميكرو وقلت لهم اخوتي كنستمع لكم، واللي كانت كل نهار صباح مساء وكل ليله من مورا 12 الليل يقبض خوك الطريق من الرباط حتى البوسكوره. ما لقيت الخير لا في الراديو اللي انا فيه اللي كنت خدامين فيه، لحقاش هادوك خلاص ما مسحت عليهم يدي من كنت فيه. ما لقيت، ما نقولكش حتى الاعتراف بالجميل، انه ما كانش جميل، انا بالنسبه ليا كان واجب، وما كنقولها لكش باش نتمشخر، كان واجب. ولا بروف انني بنت عاوتاني، انه واجب. عندي شي حاجه في بالي، عندي تجربه اللي تكتب في مجلدات خصني نتقاسمها. كيف ما كان لو برومي موتيف ديالي ملي طلعت للراديو في 14 فبراير 2011، قلت لهم ملي كنت نشعل الاون ديال الميكروفون كنتفكر عبد الصمد صغير في مكناس وباغي شي واحد يسمع له وما كاينش. كانت لونيك موتيفاسيون ديالي باش يمكن لي نجي انني نشعل قناه، اولا ملي كنت خدام في داك الراديو نسمع الناس، باسكو كنت نقول سي ان دوفوار، واجب بالنسبه ليا. ما تفكروش ثانيه من هذا الواجب، وماشي غير واحد ولا جوج، لان داك الحساب كانوا متابعينو الملايين في الملايين، وما نكذبوش على راسنا داك الحساب ما طلعو الا البشر، لان كل ما لقاش الحمق من كيبدا يهلل الا ما لقاش اللي تيسفقلو ولا اللي كيضحكلو راه كيجمع سوق راسو. وليني المسطي من كيبدا يهلل، ماشي الحمق المريض، المسطي كيبدا يهلل وكيلقى تصفيقه راه كيدير حلقه. هادشي اللي وقع مع داك الحساب. فبالتالي اسباب العنف كانت ثلاثه هي اللي قلت لك. وخصك تعرف واحد الحاجه مهمه بزاف هشام، منين بديت؟ وقلت لك كنت ناخذها على اساس انها كندير شي حاجه مختلفه. لو برومي سيكسولوج اللي كيجي في بلد عربي وفي بلد اسلامي اللي يفتح قناه ونكلو يهضر، ما كنقولهاش عياقه مني، كنقولها افتخار. حليت قناه وتنهضر على شنو هو القذف السريع، وشنو هي المثليه الجنسيه، وشنو هي العلاقات الجنسيه خارج اطار المالوف، وشنو هو الزواج المبكر، وشنو هي حقوق الجندر في دوله اسلاميه. اسمح لي يفوكو تو اي باش يمكن لك تهضر على هادشي في دوله اسلاميه. صحيح. وقتهم كنت نديرها بافتخار. منين بديت؟ بداو من حجباني هبطو حتى رجليها، داروا سكرين شوت ديال رجليها شنو داير وانت دايز. قنوات التلفزيه كانت تترفض على انني ندوز في التلفزه ديالهم، علاش؟ يقولك لحقاش حجبانك من توفين.
بحلي راه زعما بحلي المظهر هو الـ هو الـ هو المهم، ولا التوجه الجنسي ديال الانسان هو اللي مهم. انا ما عرفتش علاش خاصنا ديما نربطوا هذا الشيء. راه المهم هو شنو تيقول هذا الانسان، هذا شنو النصائح اللي تيقول. ما التوجه ديالو ما يغير حتى شي حاجه، اش غيغير؟ ما حملكش دابا. اقسم بالله العلي العظيم في هذا الشرف ديال الى قناه التلفزيون رفضت على انني ندوز، قالت لك علاش حجباني من توفي ودازت ليا حقاش نقولها ديما الصمته كضر وبزين كيقصح. ديك القناه ولات تطلبني على انني نجي ندوز معها وما رفضتش. علاش؟ لان المنفعه العامه. جل طلاتي الاعلاميه حتى الطله المشهوره اللي كانت مع شبه اعلاميه عمري ما قبلتها صمتي، كنت نخلي السونتر ديالي حتى لهنا مطرطق وتنهبط نمشي نسجل وعاود نرجع. صحيح. انا 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 هاد القضيه تنكون فيرميها للمنفعه العامه لكي افيد مجتمع انا انتمي اليه. فكيف لك يا اخي بان هذا المجتمع ود انتمائيتك لهذا المجتمع على انه ولا العادي والبادي والقرع وبوش نشوف كيجي كيطلق فيك كلام حشو وجهك بحال طواليت، كيجي حشا وجهكم يطل عليك بأي حق. كنتي ما متفقش معايا ولا كنتي كتشكك في مصداقيتي، خلي المسطرة القانونية تاخذ مجراها. ما تدخلش في مي، ما تدخلش في خصوصية ديال خصوصيتي، ما تدخلش في تشويه شرفي. كلنا يعلم الآن أن تصويرة كتخرج راه يمكن لها توصل للقمر، ماشي غير توصل لداركم. اي بورتو ما رحمونيش. اي بيان ايفيدامون انا ما غاديش نخرج نهضر، غادي نرجع للور ولتزم صمتي. بقيت تنتفرج بحال قبض اون سيري دو نتفليكس حتى نشوف هاد الناس هادو فين وصلوا. وانا ما نكذبش عليك، حتى اللي سمعت بان عطاو عامين الحبس قليله فيه، لان شتت عائله. كنهضر على راسي مثلا، انا محامي ديال حتى واحد. شتت عائله، فرت كعش، حرم إنسان من جذوره ليا بلاده. والحاجة الرابعة قضيتي عليه، ماشي حقاش غيموت، قضيتي عليه رديتي إنسان متجدد. حقاش اللي كيهضر معاك دابا ماشي هو دوك صمات ديال 2017 و2018. داكوغ، هادي كلها عوامل خلات العنف، شتي الضربة والجنديغه ديال العين، وراك شتي عينيك كانت هابطه، قال لك لا داير الفيلر. وي داكشي اللي قالوا انك داير عيني هابطه حتى لهنا، وهادشي كلشي من فوق، وقال لك داير الفيلر. الفيلر ملي كديرو وها هو كاين، ما عندكش العينين تيتنفخو وتيوليو دايرين بحال هكا مضروبين. راه كنت ندير عمليه ديال التجميل وتندوز بها في التلفازه، تنخليهم يتذكروا انا راني كنهضر على موضوعي. العنف النفسي كان أشد من العنف الجسدي. العنف على أنني خرجت من غير رجلي، خرجت بخلي ناسي عائلتي وتا الناس اللي كيحترموني والستة وما تحسهم، خليت جذوري عمرو ما يتنسى وعمرو ما يغفر. أوغوزمون اللي خرجت، لأن كل ما خرجت كون درت جريمة قتل. اوغوزمون خرجت. راه بعض المرات تنقولوا في النقمه كاينه نعمه. اوغوزمون خرجت، لان اقسم بجاه الرحمن الرحيم وهذا الشهر المقدس، الا كنت بقيت كنت درت جريمه قتل، ماشي جريمه، جرائم متسلسله. اوغوزمون خرجت. الابتعاد بعض المرات احسن حل يا اخي. كاين عندي بزاف ديال الاسئله، الا ممكن نلوح شي وحدين دابا. كاين واحد السؤال، هاد الناس كاملين اللي دابا تتهضر عليهم اللي شارك اما شاركوا في ضدك او انهم يعني داروا معك واحد المعامله ماشي هذيك، السؤال هو علاش ما رفعتيش عليهم دعوه؟ يعني لازم تاخذ حقك. كان السبب الثاني اللي قلت لك علاش تعنفت هي انني انسان مؤثر،
إنسان مؤثر والفهم يفهم. دابا بالنسبة لك أنت سال الموضوع ولا ما زلت تفكر أنك تدير شي حاجة ضد شي واحد ولا؟ برد. أوكي. رغم أنك نهضر معك وحس بالعافية طالعة. كان عراق عراقيت. ترجع أو تاني كترجع. تترجع السين تلور. وي وي أكيد أكيد. رغم أنني دون لقيت مجرى آخر في حياتي اللي هو عنده علاقة أوستي بلا فورماسيون ديالي و. قريت وخديت ان ام بي اي داك العام اللي فات وخدمت في وزاره الخارجيه ديال فرنسا داكشي علاش كنت 6 شهور في باريس داك العام اون طونك ميدسان ريفيرون دو سونتي بوبليك بالنسبه ل 24 دوله انصيفط لك حتى الورقه ديالها 24 بي اون افريك في وزاره الخارجيه ديال فرنسا اون نوم ديكسبيرتيز فرانس اون طونك ميدسان ريفيرون اون سونتي بوبليك غير كاجابه اللي قال لك هذاك ماشي طبيب وما بوستيتهاش تو سامبلومون لانني ما عم كتهضر داكشي ما متصادر دونك عام داز الحمد لله واخا قصيت في دوله ما كنتش كنتكلم اللغه ديالها في دوله اللي ما كنعرف فيها حتى شي واحد لان وقع مشاكل ما بيني ودوك سوا ديزون الناس اللي جيت عندهم لحقشتهم ما ابوندوناني وقال لك لحقاش كذبت عليهم وانا ماشي طبيب وكذبت عليهم وجلست عندهم في الدار لحقاش انا ماشي طبيب دونك قالوا لي ما عندنا ما نديرو بك ويا غاده من الحمد لله قريت درت مون ام بي اي جي مون ام بي اي دو مانتنون ان فينانس دو مارشي اوكي تقول دوك سما دو لا فينانس بدلتي التوجه اوكي جي ايتوديي لو ديزاين كي ايتي توجور ما باسيون جو في مانتنون لو ديزاين اي بي جو في ان شاء الله نخرج بشي حاجه اللي هي جديده عن قريب كي اون ليان افيك لو بيان اتر اللي كنت ديما كنتاكد عليه اي سورتو la légitimité et surtout l'intégrité de la personne, mais en lien avec tout ce qui est autour de nous, c'est-à-dire tout ce qui est lifestyle. واحد السؤال هو هاد واش تظن بان التخصص ديالك ساهم في العنف اللي تعرضتي ليه خصوصا انك كنتي تتهضر على الطابوهات اللي كاينه في المجتمع فكاين الناس اللي ما غيعجبهمش الحال انك تتهضر على ديك الطابوهات بديك الاريحيه وبديك نجاوبك بمثال نهار اللي هضرت مع زوجة قاصر ديال واحد الشيخ ما عندي لاش نذكر سميتو كانت جوج عرفي بشي بنت النهار اللي هدرت فيه خرج لي ولده ديريك زعما فلسفة جاوبني بان فيديو يوتيوب اللي كيعطيني فيها المنقي من خياره واللي تيقول دابا تشوف وبوكو تشوز اللي فيها تهديدات اللي هي باينة سي سامبل العالم واقف على الجنس وكنقولها وكن وقد بها ان العالم ضايع على الجنس اكيد اللي يسمع هذا العقل مين تلكش تصور لا من البرنامج ديالي ولا في لو كابيني اللي كنت فيه وكنقولها لك كذلك بافتخار ما كنقولهاش ببجارة كنقولها بافتخار لان عمر شي سر ما خرج من الصالة ديال الاستماع اللي كانت عندي كانوا عندي بزاف ديال الناس من جميع الشرائح وانت طالع الى اعلى درجة بغيتي تطلع لها مرورا بفنانين وفنانات ودددددد اللي بغيتي عمر شي سر ما خرج لانني احترم ما افعل هادي الواحد بروفيسيونيل راه خاص تكون يعني تكون سرية تكون سرية في هاد المسائل منين غادي نجي اللي تنقول لك لحد الان ما كاينش شي واحد ونقول لك الناس اللي كانت سواديزون قادره وعندها فلوس وعندها جاه وشهره وهذا كانت خاصها تجي ما تتقلش في لاصال داتون تلحقاش يقول لك خصهم يشوف ما يشوفوهمش وما تيخلصوش دوك معايا هم غير قصور ما كاينش شي واحد اخي هشام اللي هز التليفون وصيفط واتساب ماشي تاع اس ام اس واتساب فابور مشي تكونيكت غير جنب البنكه ماشي خويا في فابور وكي كيدير اخويا عبد الصمد مي كان واحد كل شيء قلب في دقه واحده اقرب الناس اللي قلب وربما حتى وما يكون دار عليهم واحد الضغط كبير لقاو راسهم شوف الانسانيه ما فيهاش ضغط طعام والملحة الطحين والملحة كيدودوش
يسول يقول كي بقيتي كي درتي. نعم، واحد السؤال عن واحد السؤال دوك على القضية ديال المغرب. ذكرتي انك عامين ما رجعتيش للمغرب، ومن الهضرة ديالك باين انك يعني ما غاديش ترجع في القريب العاجل. لا ما كنأكدش هذا الكلام. اوكي انا هادشي اللي فهمت انا، جاتني بحال اللي راه مازال القضية بعيدة. واش تتفكر اولا في الرجوع للمغرب؟ والسؤال الثاني هو المهم هكا تطرح السؤال، قال لك واش الا دخلتي للمغرب غادي يقرقبوا عليك؟ ما فهمتش انا شنو العلاقه، ولكن يقرقبوا عليا ما قبط روح الا كنت ندير شي حاجه انا غنجازى بها. هذا بعدا ولا هذه مولات السؤال ديال القرقب ولا ما قرقب؟ هادو مصحاب الطنز، راه كينساو بانني راني مكناسي وحنا اللي اخترعنا الطنز. وكبيناتكم مكناسه، احنا بعاد على هادشي. طنز المكنسه لا يعلى عليه. اوكي عطيش من بنادم كتشرح له بلاتي هي احسن وكتعطيه المقومات هي بيانكم يفوتي جيتي تقول لك يقرقبوا عليك. هذا كيتسمى الطنز الليموني، لحقاش حتى كون كان عكري غادي يكون بعدا قابط الوقت، من الليموني راه فات وقت. اوكي ما كاينش هذه الفكره ديال واش ترجع ولا ما ترجعش ولا تفعل ولا ما تركش. اليوم انا قلت لك انسان سميتو عبد الصمد بن علا، واللي تنفكر في نفسي انا والطوفان من بعدي. اوكي يعني انت واش هذا هو اللي خلاك تغير التوجه؟ يعني انك قلتي صافي حيد عليا هادشي ديال الطب النفسي ونمشي لا 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 لا، الانسان كيتطور في حياته. اوكي وهادي 10 سنين وانا كنهضر على العلاقات الجنسيه المحميه، 10 سنين وانا كنهضر على القذف السريع، 10 سنين وانا كنهضر على العلاقات الخلفيه راه من الخلف ما خصهاش تكون، هادي 10 سنين وانا كنهضر على استعمال العزل الطبي، هادي 10 سنين وانا كنهضر على لا بيلول اي بوكو تشوز. والله يجعل شي بركه. اوكي كل تفكر في نفسي ومن حقي. من حقك طبعا، حقش على ابواب الربعين، من حقي على انني نعيش لنفسي وكنقولها بكل افتخار انا والطوفان من بعدي. وي خاصك تفوكسي على راسك، تفوكسي على السعاده ديالك. وي انا ثم الاخر. وي صح، ماشي انا ليا، هذه تقدير لواحد الانسان اللي ما كانش عارف قيمته واللي كانت قيمته مهرسه بين عباد الله، وكان تيشري لاطونسيون ديال عباد الله اللي ما كيستاهلوش. ما نقولكش السلام عليكم، السلام عليكم لله، اللي ما كيستاهلوش تقدير. لذلك اقولها واعيدها، انا ثم انا والطوفان من بعدي. وحاجه اخرى اللي علمتني هذه العامين هي عمرك ما تحدى شي واحد ما عنده حتى شي حاجه يفقدها. اي سي مونكا. واش هذا يعني انك صافي ما عمرك تعطي يعني استشارات نصائح الطب النفسي ولا غير مهنيا هذه المهنه ما بقاتش؟ اخي اللايفات ديالي مازال كدار، استماعي الناس مازال كيدار، حقاش نقول لك هذا واجب، واللي بغى يعوي يعوي واللي بغى ينهرني ينهر واللي بغى يصغي يصغي. واجبي كانسان عنده تجربه في الحياه وعنده تجربة أكاديمية مهمة ومن أعلى الجهات اللي كنفتخر بها، ومؤتمرات على الصعيد الأسطوري اللي حضرت فيه، يكفيني أنني مثلت المغرب في جامعات الدول العربية وما تبعني حتى شي ميكرو، أنني نستمع للناس ونوجه الناس. هذه مسألة ما فيهاش نقاش، لكن عملي اللي كان ما بقاش، ماشي لحقاش ما يقرقبوا عليك، حقش ما بغيتش. اوكي اختيار شخصي. هو ما بغيت. واش ما تشوفش ان في هذه الحاله اللي احنا عايشين فيها دابا، سيرتو هذا البانديميك، هذا الجائحه اللي كاينه والناس مخشيين في الديور، دابا بحال اللي تحول العالم كان تيهضر على المشكل الصحي يعني الجسدي المباشر فيزيك، ان راه الى عادك شي واحد تقدر تمرات تمشي للسبيطار، يعني كنا تنهضروا على الهاردوير كما بغينا نقولوا، دابا ولاو تيهضروا على السوفتوير، ولاو دابا ولا التوجه ديال ورا ما يمكنش تحبس الناس اسابيع وشهور، راه نفسيا غادي يتحطموا. واش ولاو تيقولوا نطلقوا شويه اللعب باش الناس ما يمرضوش لينا، يعني ديك البالونس، باغي نلقاو البالونس ما بين الحمايه الناس من الوباء، ولكن خصنا نحميهم حتى في النفسيه ديالهم، في الحياه، في العقل ديالهم. ف
واش ما تشوفش ان هذه الفتره هذه هي اللي خاص ينشط فيها الدوكسامات؟ يعني هذه هي فعلا تقول هذه هي الاجواء اللي خاصك انت تعطي فيها اكثر وتخرج بفيديوهات هذه، لان الناس محتاجين الدعم النفسي في هذا الوقت الصعيب. الا طلقتيها ما توريهاش ضربه، هذا الجواب الاول. وسوقهم هذاك ياك تبارك الله دابا كلشي ولا تيعطي النصائح، ولا كلشي كيعطي التوجه النفسي، ولا كلشي كيداوي ولا يداوي بالعشوب، وما هذوك ما تقول لهمش نتوما ماشي طبا، ولا يداوي بالرقيه وما تقول لهمش هذوك نتوما ماشي طبا، وبوكو تشوز. ودابا ولينا نشوفوا في التلفازات الناس اللي ولات تتمنهج المنهج ديال دوكسامات. انا كنقولها وكنعاودها لانني كنت نهضر بدون طابو بسلاسه وبطلاقه، وما كنختارش كلامي، وكنتحدى اي واحد كان معايا لا في التلفازه او لا في الراديو. ديما كنت نسجل اون وان شوت ايات الكرسي عليا باش ما نتعينش. سوقهم هذاك ياك خداو لا غوليف، ياك دابا بالنسبه لهم الاعلام خالي من الاوباش بحال وجهي، سوقهم هذاك. اما انا واجب اللي بغى يسمعني وبغى ياخذ النصائح ديالي، عندي القناه ديالي مرحبا به، مفتوحه للجميع. راه اللي تيبغي النصائح تيجي يسولني وكيعطيني اسئله ديالو، كنجاوبو بالمجان ومن وقتي ومن صحتي ومن توسكو تشوفو، وكنديرها وكنعاودها، كنديرها بلا جميل وواجب. نعم. الان انا هادشي اللي قصدت بالضبط هو ان يعني ماشي ان يكون كشي حاجه اللي رسميه، غير تكون من المباشرات، من سواء عن طريق فيديوهات. انا هذه انك تركز على الدعم النفسي للناس في هذه الفتره. عندي قناه ديال يوتيوب ابدي الصمد بين الله، اللي ما كنربحش، ما تنقولش قناه يوتيوب حقاش حسابهم ما نربح منها الفلوس، حقاش ما عندي، عندي غير 30000 ديال لي زابونمون، وما كيهمنيش يطلعوا ولا ينزلوا باسكو سي كادي دي سوسي. وعندي لاباج ديالي انستغرام دوك صمد، اللي هي سيرتيفيي، اللي بغى يسال الاسئله ديالو، اللي بغى يسول راسو مرحبا به عندي. غير انا ما بقيتش نمشي نقلب على الناس، اللي بغاني يجي. اوكي. يعني هذا الشيء اللي تدير واش تعتبره بحال تقول تتادي واحد الواجب انساني، ولا تتلقى فيه الراحه ديالك، يعني تتلقى فيه السعاده ديالك؟ راحتي كنلقاها اخويا كون كنت دابا ناعس وانا كنشرب يعني يعني واجب انساني اكثر من انه اوكي. هذا واجب ديال شنو نقول لك، واجب انساني اولا كانسان مع انسان. حقاش ما كنسمعش غير المغربي، كنسمع المغربي والمسلم واليهودي والمجوسي. واجب وطني، حقاش كنعتز بمغربيتي، وما عندش حتى شي واحد القران ولا عنده الجدر ولا التصله ولا الفصل اللي يجي يشكك في مغربيتي، باسكو آمن بها تماما واحترم من لا يؤمن بمغربيتها. هذاك سوقه غير أن احترم مغربيتي وبوحدتها الترابية وملكة محمد السادس الله ينصر. لذلك هذه كلها عوامل كتخليني على أنني نقوم بالواجب ديالي كإنسان وكمغربي على وجه الخصوص. واحد سؤال في نفس المنحة، قال لك بغينا نشوفوا توكسامات في شي برنامج راديو او متلفز مستقبلا، واش ممكن؟ يعني واش كاين الفكره ديال مرحبا. انا قلت لك طونك جو في غادي نعطي من علمي وغادي نعطي من خبرتي وغادي نعطي من نصائحي، وقريبا ان شاء الله غيخرج الكتاب ديالي، باسكو كتبت كتاب هاد العامين هادي قريبا ان شاء الله ينشر. هذه مساله اللي هي اساسيه ومؤكد، كيف ما قلت لك هذا واجب عليا على انني نساعد اللي نقدر نساعد عليه، اي دو رونتري دون سكون ابل دو لا رولاسيون ديد، علاقه المساعده. هذا شيء اللي هو واجب، هي ميسيون ديالي في الحياه. غير ان وقتي وتفكيري وحياتي كنت نخرج من 7 الصباح، ما كندخل داري حتى 2 ديال الصباح بحال راني خدام على القرع، هذه ما بقاتش. اوكي. شنو يمكن تقول لنا على الكتاب؟ ذكرتي دابا الكتاب، شنو واش هذه فكره قديمه كانت عندك ولا فكره جديده؟ يعني شنو الموضوع تقريبا، الى ممكن تعطينا بعض المعلومات؟ عمر ما كان عندي فكره نكتب كتاب دو ما في، مي كتبكي وما فيهاش من بكي واحد. اوكي. يعني ما عندك كتاب بلوس بيرسونيل على بروفيسيونيل ولا ما كانش عندي الفرق ما بين لو بيرسونيل و لو بروفيسيونيل؟ سيتي دو شوز اللي كانوا خطاني متوازيا غادي بجوج وما يلتقيو الى ما لا نهايه، اول قاعده في الرياضيات تقريبا. نعم. نعم صح. الفكره ديال الكتاب جات من لو فات على انني لقيت راسي في دوله ما كنعرف حد،
بعيد على والدي لحقاش عندي ارتباط عميق بوالدي لانهم ناس كبار ومرض، وشويه وسيد ديال كيف ما قلت لك الغضب في الاول، غضبان دون لو سونس هو انني غضبان من الناس كنت تنقدرهم. لحقاش اللي كتغضب عليه كتكون عندك تقدير بالنسبه لي، كل ما كان الحب زايد تزيد الغضب تيكون بنفس الحده. من تما جاتني الفكره، قلت حتى لحقاش ما نكذبش عليك ما كنتش كنشوف الحياه، لان كل شيء كحل من قدامي. وصلت ل 60 ميلي غرام ديال الفلوكسيتين، عندي 60 ميلي غرام ديال الفلوكسيتين في النهار ديال مضاد الاكتئاب. قلت من الاحسن نكتب شي حاجه ولو نخلي بصمه كعبره. وبدات هكا الفكره، حتى حاجه بدات تجبد حاجه، حتى حاجه بدات تجبد حاجه، حتى جبدتني جبدت شي قوايع ديال الخبيه اللي كانوا بزاف داخل اللي كان خصني انني نخرجو. اي سي ا بارتير دو لا ك بون ليفغ اي ديكري. هذا نوع من الثيرابي، هذا انك من تكتب راه نوع ديال الثيرابيه كتوك صامت بزاف تتفوج. والكتاب سميتو لوم افيك غران تاش كو جو سوي، الانسان اللي هو انا، ترجمته العربيه انما اسمه كما هو موضوع لوم كو جو سوي. من اني مكتوب بالفرنسيه، كتبتيه بالفرنسيه؟ غادي يخرج بجوج ديال اللغات حاليا، غادي يخرج باللغه الفرنسيه وغادي يخرج كذلك باللغه الانجليزيه. اوكي. وفي طور ان شاء الله على انني نترجمه للغه العربيه واللغه الايطاليه. اوكي جميل رائع، وتنتمنوا نشوفوه في المعرض الجاي ديال منصبته الخويا بعدا هو الاول. يا انا ما كرهتش نشوفوه في معرض الدولي ديال كازا الجاي الى ممكن. يا ان شاء الله. يا جميل. كاين واحد جاوني أسئلة اللي باغا ترجعنا للموضوع اللي هضرنا عليه في الأول، وهو ديال التوجه قبيلة. قلت لك سول اللي بغيتي. أوكي، حيت قلت أنا بعدا قلت راه دزنا داك الصافي غندوزو لحوايج أخرين، ولكن بنادم تيبغي يرجعنا للور، لأن تنظن هذا هو الموضوع اللي بنادم تيتيرو بزاف، وهو التوجه الجنسي. هضرتي على التوجه الجنسي، قلتي هذا كان عامل من عوامل ديال العنف اللي تعرضتي ليه. كاين الناس اللي يا اما ما فهموش، يا اما بغاو يزيدوا يفهموا، يا اما باغين يعرفوا شنو زعما التوجه الجنسي كان من اسباب العنف اللي وقع. كل شيء كيعرف بان دوك سماد كان ومازال الحمد لله تياخذ باله من راسه بزاف، تيمشي لكدا ويفعل كدا ويدير بوكو تشوز. دابا وليت الناس قال لك تما تولاو تمشيو صابوا يديهم ورجليهم ويصابوا بوكو تشوز، ما فيها عيب. دوك كاين اختلاف اللي هو ملاحظ، والامبيغويتي انا ما كديرونجينيش، باسكو بور موا لامبيغويتي ني با اونيكمون اون شوز دو فاغ، مي سا نو بيرمي دافوار اون ملتيباريتي ديال لي زيدي. بمعنى ان الحاجه اللي كتكون غير مفهومه ما عندهاش غير الجانب السلبي على انها حاجه ابستريت، بل كتخليك على أن يكون عندك أفكار اللي هي مختلفة وأفكار اللي هي متعددة. وما أحلى الاختلاف، مسألة اللي كان أمن بها جميع المعايير. الاختلاف سبب رئيسي اللي خلى على أن الناس بدأت تكاتشي هذاك شنو ياك ما يا في شكال الطريقة الهضرة ولا المظهر ولا داك الشيء. وي سي وي. غير باش نطمن هاد الناس، ملي كنهضر على التوجه الجنسي ما كنهضرش على لورينتاسيون سيكسويل ديالي، كنهضر على جنسانيتي. والجنسانية تتكون من ثلاث أشياء: لورينتاسيون سيكسويل، مقاربة الجندر أو الدور الاجتماعي ديال الإنسان، وعاد جنسه هل هو ذكر أو أنثى أو خنثى. هاد الثلاثة هادو عندي فيهم شي اختلاف اللي كيخصني، لحقاش ما كيخص حتى شي واحد آخر. يعني في استطاعتي نجي نقول لك ها هو هذا الاختلاف، ولكن ماشي هذيك المساله ديالي انا معايا. صحيح، ما كتدخلش معايا في حوايجي، ولا كتدخل معايا للفراش، ولا كتجي تعنقني، ولا ملي كنت تنجبد لونتي ديبريسور كتجي تعطيني كاس الماء باش نشربو، كنت نشربو الراس. لذلك ما كاينش شي واحد اللي يمكن لي انني نعطيه تفسير. الناس مخمنه لا راه باينه راه شنو هذا سميتو، خليها هكاك، بوتيتر هكاك بوتيتر ماشي هكاك، انما شي حاجه اللي هي ما كتهمكش، كتهمني انا اختلافي ديالي انا، وكان سبب رئيسي على انني كنت عنف.
وتعنفت على قبل. وما خصاش تكون اصلا كما قلت في الاول، ما خصاش التوجه الجنسي ديال الانسان ما عمرو خصو يكون دافع ديال اي حاجه. هذاك هذيك مساله شخصيه، مساله شخصيه، ناقش الافكار، ناقش شنو تيقول هذا الشخص. هذا عجبك داكشي اللي تيقول مزيان، ما عجبكش ما تسمعش ليه، يعني ما بكل بساطه. هذا عين العقل، ولكن كيخلينا نجر اوسي الاوتر شوز. لحقاش واخا هاد الشخص كيعاير ولا الوحده كتعاير، سقطو من كيجيك معيور من عند بنات او العيالات، تبدا نقول كاين مشكل ان المراه كتخرج شي لفظ اللي هو. والعصابه دو توت فاسون كانوا هزينا غير العيالات، العيالات والاتحاد النسوي للرجال، تنظن على انها مفهومه. عندنا مشكل في المنظومه الاجتماعيه، وهذه مسألة اللي كان نادي وكان نشد بها دائما. منظومتنا الاجتماعية يجب أن يعاد النظر فيها، وما تبقاش عندنا وزارة ديال التربية الوطنية والتعليم وتولي عندنا وزارة الأسرة والتعليم. علاش؟ لحقش المنظومة الاجتماعية تعتمد على ثلاث أسس: الأسرة، التربية، والتعليم. ما ننتقدوش التعليم، لحقش من كنجي وكنشوف التعليم ديها علاش درتونا بغريراتون ودرتونا حرشاتون، حرشاتون وبغريراتون راه هي في ثقافتنا. كيفاش بوتيت خرجات هنا؟ يمكن يكون عندنا واحد نقطة ديال استفهام، إنما الحرشة والبغريرة كتجارى عليها في رمضان، كتقبط عليها الصف باش تشريها باش تدخلها معاك الفطور. وهي في ثقافتنا، وهي ثقافة ويجب أن نفتخر بها. إنما الحاجة الأساسية اللي خصني نبدأ قبل من التعليم هي الأسرة، هاد المنظومة الأسرية، هاد الأب، هاد الأم، هاد المؤسسة الأساسية اللي هي الأسرة. منين نكونها؟ شنو هي الهيكلة ديالها كنفسية وكتقويمية وكتأسيسية؟ الهيكلة الأسرة هي الأولى، وهنا كنقول هاد المنظومة الاجتماعية التي يجب أن يعاد فيها النظر، لأننا نكون نشأا غير صالح. كل شيء كل شيء، لان عندي هشاشه في التكوين. داكشي باش كنقول وكنرجع عاوتاني نقولها، ممكن تقول لي بان الانسان ملي كنشوفو كنتبعو راني كنشوف شنو داخل في دماغه. كيف ما كاينين الناس اللي متبعين الناس ماشي على دماغهم، هشام راه كتشوف مجموعه ديال لي كونط، انا وليت تنشوف دي كونط بالملايين اللي متبعينهم ملايين ديال الناس، اللي هاد الناس هادو اللي تعايروا الوغ داك المحتوى ما نقولكش تافه لانه محتوى بهلواني، انما محتوى اللي كيعتمد على اللغات الركيكه وعلى الاسلوب اللي هو هزيج وهجيج، اللي الناس عاجبهم الحال تقول لك تندوزوا الوقت خفيف ظريف. انسان مثقف سواديزون، انسان اللي هو متعلم، انما هيكلته النفسيه ومنظومته الاجتماعيه كتخليه على ان فيه ديك النشبه دائما ديال انني لا انا ما ندوزش وقت انا في حساب بهلواني او لا في حساب اللي هو كيجبد اعراض الناس، ندوز وقت في كتاب واخا ندوز غير تصاور. وي تنظن كاين دائما داك حب الفضول، داك عندنا حنا المغاربه باغيين نعرفوا وباغيين المعلومات الاسرار. عندي خلل كبير. وحنا بيناتنا دابا كمغاربه ما كنهضروش مع وحدين اخرين، بيناتنا كمغاربه لحقاش عيبنا ديالنا. حنا شعب كيموت يقضي على خوه، حقاش مكيحبش خوه يطلع، وكيموت تيتفرج وكيتلدد في الألم ديال الآخر. عندنا واحد السادية نفسية لا مقارنة لها مع العالم بإسرائيل، وما عندهاش واحد المقاربة اللي هي بلاتونية، مقاربتها لا نهائية. صحيح. احنا شعب، وأقولها وأعيدها، ما كنبغوش الخير لبعضياتنا، وكنصفقوا الالم اكثر ما كنصفقوا الحاجه الزوينه، وفي الاخر كنلبسوا قناع ديال العواشر هذه طاين على الشيطان، كنخرجوها فوق ما بغينا. اما ما حملناش شي بنادم غيمشي يدفن راسو مسكين بالحياه ولا مسكينه بالحياه. صحيح. واش تشوفش ان كاين شويه ديال التناقض مثلا في المغرب كمجتمع، الناس تيتعاملوا مع نسميه المخالف بلا ما ندخلوا في لي ديتاي، المخالف سواء مخالف في الدين، مخالف في التوجه الجنسي، كما كان المخالف اللي ماشي بحال الناس الاخرين، اللي هو تيكون واحد الحاله مختلفه
ما نقولش شاده كاع، نقول غير مختلفه على ما هو معروف في المجتمع، تلقاو بين التعامل مع هذا الشخص في المغرب يعني وانت داخل وسط بين المغاربه مختلف على التعامل ديال داك المغربي نيت من تيكون مثلا في دوله اوروبيه. كانوا في الغرب تتلقاه متعايش ما عندوش مشكل، واحد مثلا تيفطر في رمضان، واحد عنده توجه جنسي مختلف، واحد تيبوس وحده في الزنقه، حتى الجنس تتلقاه ما عندوش مشكل معاه بزاف، وغادي يشوف مظاهر جنسيه في الواقع ما عنده حتى شي مشكل، يقدر يشوف في الحدائق ناس عريانين ما كاين حتى شي مشكل، يعني تتلقاه بحال اللي تتقول او سيد تبدل. هاد البارح كنت يا صاحبي في كازا ولا في الرباط كنتي باغي تقطع الناس الريوس وهادي، وانت دابا في باري ولا في الطاليان ولا في اسبانيا وعايش مزيان ما كاين حتى شي مشكل. فشنو شنو هذا، واش هذا يعني واش حنا بحال اللي مضغوط علينا نتبعوا داك ثقافه القطيع داك الراي الجمعي ديال الناس، ولا من تنتحروا منه ترتاحوا؟ جي القيمش ما يحشم ما يرمش ما يرمش عامل نفسي اساسي كيخلي المنظومه الاجتماعيه انكور اون فوا تعيش بين هوس القيل ولا قيل، وما بين هوس ما يفعل وما لا يجب أن يفعل، وتعيش كذلك ما بين هوس واش ندير ولا ما نديرش. الخوف أنا بالنسبة لي ماشي مرض نفسي، إنما عاهة اجتماعية كنعيشوها في بلادنا. علاش؟ أولا لأن وما كنتقدش لحقاش ما عنديش أهلية قانونية أو شرعية مشروعاتية على أنني ننتقد المشرع المغربي أو القانون، ما منحقش حقش ممكن فهمش القانون من غير الكريميناليتي فينانسيير اللي قريت عليها في مو ماستر، ما عنديش حاجة اللي كيمكن لي نفهمها. إنما كاين سدين وحلين اللي كتخليك ديما ما بين في نقطة لا توازن، ندير ما نديرش، نشرب وعندك يشوفك شي واحد، نزني وعيني يكون البرتوش ما يشوفوناش الناس، عيني تقطع العين وتقطع الرجل عاد خلطة عليا البرتوش ما ندخلوش بجوج. الوغ كو كتلقى هذا ولا كتلقى هادي اول واحد في رمضان تيقول لك حرام شعيب وعار، يعني ما خايفش من ربو ما خايفش من دينو انما خايف من حاجه اخرى. لحقاش اللي تيقول لك عيني برتوش تقطع الرجل ماشي بالاسلام، تيخاف للجيران يمشيو يعيطوا البوليس والبوليس يجيو يهزوهم ويديروا لهم قضيه زينه ما كون يكون البرتوش سامبل وترانكيل ولا خلاص لا اوت غام ولا لا بتيت غام ولا جو نو سي با كو، باش ما ندخلش في الطبقيه الاجتماعيه اللي عنده واحد لا فاسيليتي انه يدخل ويخرج كيف بغى، ما تيفكرش هذه القضيه عمره ما كيفكر في الهاجس الديني جامي. لذلك انا كنقول لك هاد الناس عايشه ماشي في ازدواجيه، وبغيت نصحها راه المغاربه ما عندهمش سكيزوفرينيا عيب الله، راه المغاربه ما با سكيزوفرين. هذه هي الكلمه اللي تتعاود دائما تيقول لك المغربي راه سكيزوفرين. ان نو سون با سكيزوفرين. ان سكيزوفرين شنو هو؟ واحد الانسان اللي مسكين عايش في واحد الالم شديد. علاش؟ لان ديما عنده واحد الصوت او واحد الاصوات تبدا تقول له شي حاجه لداخل وعايش غير معاها. وحنا تنقولوا راه واحد الراس تيقول ليا الراس تيقول لي، ولاني ما كان نتألمش شنو تيقول لي الراس. الله يكون في العون ديال ان سكيزوفرين كيعيش. لحقاش بالنسبه له راه تيقول له مثلا تيجي تيقول لك عندي واحد العقل تيقول لي بان راه عندي واحد الملاك من السماء تيهضر معايا ويقول لي بان الوحي راه غادي يخرج وغادي يقول فانا هو محمد صفات الله العلي العظيم وانا هو المهدي المنتظر وانا ما كذا وانا الى ما غير ذلك. اما اللي تيقول لك راه تيقول لي واحد الراس، هذاك عنده بلوتو نيزيتاسيون في التفكير. علاش تيقول له واحد الراس؟ تيقول له واحد الراس مثلا واش بقيت في ليكزامبل ديال البرتوش، واش نبرتش السبت في العشيه ولا نبرتش في الخميس في الصباح ملي يكونوا ما كاينينش عباد الله، ولا السبت في العشيه يكونوا البراج يديروا لنا اراره. يعني ماشي سكيزوفرين غير يعني متردد، ان مانيبيولاتور وكيختار التيران ديالو كيطاطوني. لحقاش خايف من العواقب ديال الاختيار ديالو من المنظور الاجتماعي ومن المنظور الثقافي، ما خايفش من المنظور الديني. هادشي علاش كنت نقول لهم ما عندكمش الحق تبداو تهضروا لنا على الاسلام. لحقاش كلشي كيولي انسان اللي هو كيفهم في الدين. كلنا قرينا التربيه الاسلاميه، كلنا قرينا سوره الرحمن وسوره الواقعه،
كلنا حفظناهم كلنا دوك ما كاينش شي واحد على وجه الارض يجي عندي ويقول لي انا مسلم اكثر منك، ما عندوش حق ما عدا انسان اللي هو ضريع في الشريعه الاسلاميه او لا، انسان اللي هو متمكن في في, في علم الدين وفي السنه وقاري السنه النبويه الشريفه وقاري تفسير الجلالين وهبط وكمل بمتن ابن عاشير وما خلى ما دار، وغنقول لك ساعه يهزني ما انسان اللي قرا سوره الرحمن واقعه بحالي بحاله ما عندوش الحق، ومازال حتى الان واقيلا ما تعرفش من سوره الرحمن غير فباي الاء ربكما تكذبان، نساء ملي كتجي شي حاجه بحال هكا تقول لك حرام، هذه ما عندناش حنايا في الدين ديالنا، هو راه ماشي الحرام اللي به، حرام ممنوع. وباش نجاوبك على اللي كيجي لباريس او اللي كيجي لميلانو او اللي كيمشي لندن كيقول لك اون لوغ في، علاش؟ لانه كيحاول على انه يتاقلم مع وسط اللي الانسان فيه اللي كينتمي ليه، كنهضرش علينا حنا كمهاجرين، كنهضر على الناس الاخرين، باسكو حنا واخا مهاجرين كنبقاو مهاجرين. الناس ديال ديك البلاد عندها قوانين زجريه ديال غادي تجي تقول لي كلمه تعايرني بكلمه نهبطك، فبالتالي سبع البرومبا اللي ولادك اللي حله فما حتى لهنايا اللي كتجي كتبدا تتعاير تجي تقول لي غير كلمه مثلا هنايا غادي نهبطها، فبالتالي ما كتولي بزز عليها دايره لك شي باحترام، الوغ كو ما كاينش الاحترام كاين الخوف. شنو الدور ديال واخا ما عرفتك ما بغيتش تهضر على القوانين والمشرع وشكون اللي تيسن القوانين، ولكن شنو الدور ديال اخويا هشام سمحني نقطعك ما كنعرفهاش وي غير هذا يعني سؤال عام يعني واش ما تشوفش ان الدوله حنا عندنا في المغرب قوانين اللي تعرفوها الناس كاملين اللي فيها تجريم بعض الامور اللي ما خصهاش تجرم، يعني تنشوفوا دول اللي عايشه فيها الناس بيس ومزيان ما مجرمينش هذا القاب، بحال مثلا العلاقات الجنسيه ما بين الناس ما بين الناس كبار بيان سير ناس بالغين وراشدين اكزاكتومون، وكاين مثلا تجريم مسائل ديال حتى اللي عندها علاقه بالدين، يعني خصنا اكثر شويه ديال حريه الاعتقاد شويه ديال الحريه ديال الناس يديروا علاقات، يعني الدوله بالتجريم ديال هذه المسائل بسن قوانين واش ما تزيدش في هذا الخواض اللي كاين، هذا التردد اللي عند الناس، هذا الخوف هذا النفاق اللي عند الناس، لان المسائل ما مطلوقاش خويا. التغيير كياتي او كيجي كيجي من منظومة، كيجي من انسيركل، كيفاش بغيتيني نغير حاجة وحاجة أخرى لا، علاش؟ حقاش ممكن نجي ونقول غنغير المشرع ونغير القانون ساهل غتجي طن هانت غيرتيه، وليني يا خويا واش داك المجتمع قابل لهذا التغيير ديال هذا القانون هذا؟ كنهضرك حتى نفسيا لينفريد فريد مثال سامبل ايبات، الشراب شربوا كيف ما بغيتوا الدنيا هاني عندكم، ها حنا نحيدوا هذه القضيه هذه نديروا نرجعوا بحال تونس في الثمانينات والتسعينات، ضرب الطاسه مع راسك ما عندكش اشكال. كيولي اخويا المجتمع غادي نوليو كل واحد غادي على بون فرانكيت الماركيزان وغادي تيسكر، علاش؟ ماشي حقاش منحرف، حقاش ما مربيش على ما معنى الحريه، ما مربيش على معنى انني حريتي تتوقف عند حريه الاخر، ما مربيش على انني خصني ملي كنشرب راني كنشرب كاس ان فير دو فان، لا بالنسبه لي انا كنشرب راه كنهبط قرعه خصني نتكويله نولي كويله. فبالتالي انا اللي حليت القانون لهذا السيد هذا غادي يوليو عندي عواقب غير اكثر من ما هو اللي كاين. نعطيك مثال اللي هو حي دابا، هاد الناس اللي كيقولوا عليهم اون كوميونيتي ليسبيان جاي ترانسكسوال بيسيكسوال اند كوير ال جي بي تي كيو، وي علاش مجرمين حنا العلاقات الجنسيه مع نفس هذا؟ وممكن يكونوا بزاف الناس اللي مختلفين معايا في هذه القضيه هذه، واقولها واعيد هذا مجرد راي اللي هو مبني على تحليل نفسي ديال شي ناس وديال شنو شفت. وكتلقى في وسط اون كوميونيتي اللي كتطلب قوانين وما متفقاش بيناتها، كومون tu veux gérer une libération de beaucoup de choses ما بين ناس بعدا اللي ما عارفينش راسهم شنو بغاو؟ راه كاين دي بيرسون كي سون ديغي و تيقول لك انا ما انا جو نو سوي با غي كي الا ان كوير ولا ان ترانسجنر
تقول لك لا لا، انا جو نو سوي با جي، انا جو سوي انا ماشي لوبيا. اوكي، هذا اللي خصو يتبدل، وهذا باش يتبدل ماشي بالقوانين، ثق بيا هشام. يعني شعرات راسي وي في الامم، وعدد شعرات راسي شفت ديال التجارب من افريقيا الجنوبيه وانت طالع حتى لهلسنكي، ودوز على الجابون ورجع لامريكا، عاشرت شفت مي ماشي شفت، مشي ضربت معاهم التيكيلا ولا ضربت معاهم الطاسه، درست لا باز ماشي القوانين، لا باز هي المنظومه الاجتماعيه اخي. دونك صامت عندي باغي ما عارف بان ما بغيتش نطول عليك بزاف لان راه ديجا فتنا ساعه ساعه وربع. بغيت مضروباش ما مضروباش، هما ولا صبيحي. اوكي عارفك واخا تقول هكاك راك شويه عيان، غادي نحاول نختموا الحوار. عندي ثلاثه الاسئله، عندي ثلاثه الاسئله والاجابه عليهم انت حدد شحال الوقت غيخصك باش تجاوب عليهم، يعني ثلاثه اللي بقاو باش الناس ما يتقلقوش اللي صيفطوا هذه الاسئله وبداو يعاودوها يديروا الفلاد بهذا السؤال. فكاين هضرتي على الناس اللي ما تيعترفوش، كاين الناس كذلك اللي تيحاربوا داكشي اللي هما فيه. مثلا تقدر تلقى واحد مثلي وتيحارب المثليين، شنو واحد النموذج؟ انا ما عنديش معلومات بزاف ولكن وصلني الدشاش كما تيقولوا. السؤال تيقول واش ما كتشوفش مثلا ناس بحال صوفيا طالوني النماذج اللي تتشبهها، واش ما كتعتقدش ان هاد الناس يجب محاربتهم لانهم كيمسوا الحريات العامه؟ انا حر نلتزم وهذا الفضاء مشروك وما تقوليش ما تدخلش تفرج فيه. انا اللي عرفت من هذا السؤال اللي فهمت ربما هو كاين فهمتي ربما السؤال. اوكي طرح عليا حتى واحد المره في اللايف ديالي. اوكي مزيان. انسان اللي طلع ليكم في ان لايف ما عجبكش، علاش متبعو؟ علاش كتبارطاجي؟ سؤال وجيه. انترنت ولا جوطيه؟ غير المشكل ديال الجوطيه ديال الانترنت ما فيهاش الدلال، حنا كنعرفوا الجوطيه فيها الدلال بلغه الغرب اللي كيقول لك الا اون ولا دوي على تري قد لي بري بحال البورس دون ان مارشي فينانسي. الانترنت ما فيهاش الدلال، ما فيهاش لا شامبر دو كومبونساسيون، فيها انت، انت هو الدلال ديال الانترنت ماشي هشام، كنهضر على كلشي. دخلت الان لايف وشفت حاجه اللي هي مسيئه بالاداب غنخرج، جو نو بارطاج با، وكنتحداك اللي كتقول بان هادوك الناس واش ما خصكش تقاومهم الا ما دخلتيش تفرجتي فيهم انت وما تخرجش تفرج فيهم اللي عنده نفس التفكير ديالك الصائب، كنتحداك على انهم يزيدوا يديروا حاجه اخرى. لحقاش انا كنخرج وكنستعرض عليكم مؤخرتي حاش وجهكم ومفتخر بها، تنقول لهم معاوده ومقاده واش كي دايره، وتطلعوا لي في لي لايف وانا عقلي بسيط بسيط بالمعنى الصحيح البساطه، تتكبر بيا واليوم غادي نبان بالسروال غدا حاش وجهكم غنبان بلاش. لحقاش انا طلعت اللايف طلع لي مليون واحد وسي نورمال لا غدي على انني غادي نعاود نطلع، وعندي مبتغيات اخرى من مورا داك اللايف باسكو طلع لي مليون واحد راني كنبزنس من مورا وعندي تجاره من مورا وعندي بوكوش مي بيان ايفيدامون غادي نزيد نطلع ونزيد فيه اصلا. حقاش عقلي بسيط، ما كنتحاورش مع اصحاب عقول لبيبه ذوي الالباب، كنتعاون مع اصحاب الحمور المستنفره التي فرت من قسوره، عقل بسيط. دونك المحاربة كتجي مني قبل ما كنهضر على مشرع أو لا على قانون، كاينيش على أنني أمجد أشياء التي ما كنعرفهاش وأعرف فيها إلا القليل. رأيي الصائب اللي كنشوفه أنا صائب كأخصائي نفسي وأخصائي اجتماعي، التغيير كيبدأ مني، ومن كيبدأ التغيير مني كنتلمم، سي سكون أبيل عن إيفي دو بول دو نيج، كتكون كويره صغيره ديال الثلج تزيد تكبر 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 حتى تتولي
اون فورم ديال تلات جبال، وديك الساعه ما كاينش اللي يمكن له يحركني. اما انت قطره بحال هكا وكتجي كتبغي تضرب بها قصر ديال ما عرفت جو نو سي با، وما عمرها ما توصل، غتبقى غير تلعب غير بوحدك. بي باغ كونتر كون تو ان نافي، وان نافي بروبر، ماشي تنقول لك ان نافي، ان نافي بازي، ماشي غير داوي داوي خاوي، غير حل الكاميرا ولات وشري بولا من امازون ايوا وطلق. انا قلت لك الجوطيه بلاد الليل. Un navire qui est propre, basé sur la science, basé sur des évidences, basé sur des études, basé sur des choses li huma certaines indi marjiya. Lik sa'a ma tqoul li shtghir ma yji yestahil, tma yestahil ma ykonch tghir. Chinois fin kanet hadi wahed el 15 am fel hadid wlat aqwa qiwa iqtisadiya bila munazi'. W bach bdaw bel qanun dial tahdid el nasl. الحاجه الاولى اللي كانت مشهود ليها هي قانون تحديد النسل، اللي ولد الثاني نخليه ضربوه. حتى ولينا كنشوفوا، انا تنتعجب هنايا عندنا في ايطاليا كاينين دي سوبر مارشي ديال الشينو ما بيناتهمش الحيوط ما بين الشينو والشينو، تيلمون كي سون كوم سا لي واصلين. وهذا العامل الاساسي ديال اي تطور اقتصادي او نمو نموذجي اي ميدان، الا ما كانش عندي اون ريسورس هومان فورت بازي سور لا راسيوناليتي، بازي سور لا سيونس، سور لا ريفيرونس، ما يمكنش نوصل لشي حاجه. لا بروف، كورونا فيروس مجهري جا وقف العالم بعسره، ومازال يقدر يجي شي واحد شي حاجه بحاله، يعني هذه غير تجربه واحده. نكون متشائم في هذا الموضوع، خلي داك الشيء اللي راك داكشي اللي كاين. هو كاين الناس اللي ضحكوا من قلتي داوي خاوي، انا تندير مباشره تنسميهم داوي خاوي، فما عندي حتى شي مشكل، واخا يقصدني كاع انا الدوكس، انا ما عندي حتى شي مشكل. انا بالعكس نعطيك حق، لان انا في المباشره ديالي راه فعلا غير تنشعل المايك وتبدا نهضر. ابدا تنقولها وتنعاودها لك، وكتعرفني وقيله من دابا هادي 3 سنين ولا 4 سنين باش تلاقينا. قلتها لك انا شهدت بها راسي، جو سويز اون لانغ دو بوت، تيقولوا عليا ويعاودوها عليا. نو انا ما عنديش مشكل، بالعكس مزيان مزيان. هذا على داوي خاوي، كنهضر على داوي خاوي في المفهوم الاولي ديالها او سونس بروبر. فهمتك. نعم. السؤال الثاني من هاد الثلاثه اللي بغينا نختموا بهم، هو تسول قبيله وما بغيتش نطرحه، جاني شويه بيرسونيل بزاف، والمهم انت حدد واش تجاوب عليه ولا ما تجاوبش عليه. واحد تيسول قال لك كيفاش الدوكسامات ياخذ الدواء ديال الكآبه او الاكتئاب وهو طبيب نفسي، واش فشل انه يتحكم في راسه رغم انه طبيب نفسي؟ ها هو يجيب لكم الدواء. ويخليها شويه قدام الكاميرا ويتتبان. اوكي، فلوكسيتينا هاي اخرى، ثاني فلوكسيتينا وي لا الدواء عمرو ما كان عيب. اولا، ثانيا، واخا نكون عالم فضاء، اي انسان عنده درجه ديال التحمل، وكنقولها بافتخار زعما ماشي تنقولها عندنا درجه ديال التحمل اللي كنوصلوا لها. والدواء النفسي خرج في الجوغ كيف ما قلت لك هشام، وبالنسبه للانسان اللي سال السؤال، هي انني وليت تنشوف كحل كان من جوايا. في غربه، لا فلوس لا حنين لا رحيم لا والدين العائلة، وما كنهضرش اللغة، وهادشي درتو في كفة. الكفة الثانية شنو كان عليا؟ كانت عليا حرب. من ماي حتى ديسمبر 2018 دازت عليا حرب، ملي ما دزت في لي ريزو سوسيو تلقى تصويرتي، فين ما دخلت في اي جروب تلقى سميتي، وماشي حتى بديك الكلمة الرملة كيف ما قلتي لها، مشاو بيغ تبداو يبدعوا. الميساج وصلت بان
نقول كان كونار ما بنتليش ان كونار مي سان كريتان سي دو كريتينيزم دون لو سونس بروبر اوسي كنهضر بلو سونس بروبر با دون لو سونس فيغري كتبليا دوك سا ما تفوقاش تنتحر فوقاش تجي نوبتك باش تموت اون بلين كريز certain moment tu te goul et da la dépression s'est installée ou كنت من الاولين اللي ما كنشجعش على خدان لي ميديكامون sauf en cas de besoin. Aujourd'hui, je prends des médicaments pour mon équilibre. Je me calme au corps, je me calme zid le captain. Parce que je me connais pas, je me mets à l'azima ou les nerfs à l'or. On a goûté avec un marque, mais tu sais, tu es chez moi, tu es chez moi, tu es surtout maintenant. Mais en abîmes de l'IA, qui fait ma gîte, on a un retour. Aïe, qu'un ardo parce que mon médecin, chef, n'y a pas de risque d'arroir et on a un coquette, des médicaments. Autre chose, باش نقول لك انا ما كاينش شي حاجه اللي غادي نقول لك تنستعار منها جي تي اوسبيتاليزي بوندون 40 جور دون ان اوبيتال سيكياتريك في اوروبا علاش باسكو وصلت لواحد الانهيار عصبي اللي هو كبير مفهوم يعني من بعد داكشي اللي وقع راه مفهومه ما منطقيه كاع الاصابه بحال اللي شوفوا في عرضي كيف ما انا تيقول لك مريم سعيد وكيقول لك فلانه وفلانه مريم سعيد مصوب ولاش تصوره عريانه مريم سعيد ما جاوش وداروا لها بيروك وداروا لها عكار وحطوها مريم سعيد ما جاوش وراوها لايف مفبرك وتيدروا لهم بان ممكن نقول مفبرك سي دو فري مفبرك وتيقول لك بانك انت كدير جالس مع عاشقك الطلياني وكدير لايف يعني قمه الحقاره ديال الانسان ان باللقمه الفمه هو بالعين يعني الوجه باش تشوف حتى في والديك ما بقاش شرفك يعني انا دابا بالنسبه لي انا ملي كنخرج للزنقه خرجت بحوايجي او خرجت بعريان عادي وصلت لمرحلة على أنني كنقول لاش نلبس حوايج نخرج عريان وكل شيء شاف مني توصل لهاد المسألة هذه يعني أنا قلت لك يا قاتل يا مقتول أولا ومن حقي لأننا كنقتلوا على شرفنا وثانيا لأنني ما استسلمتش وما بغيتش نستسلم وبغيت نزيد للقدام أونكور بلوس لعبت صمد ماشي دوك صمد لعبت صمد Et c'est pour ça que quand le fait على انني كنت نازل في مستشفى ديال الامراض العقليه لمده ديال 40 يوم في 2018 اوكي اللي اصلا ماشي عيب هي هاد المسائل راه عيب غير في المجتمع ديالنا المجتمع ديالنا واحد تعاني من مرض نفسي ولا هادي تردوه حماق تردوه مجنون مواعيد اللي ما لقى ما يدير بالعقل لا يديروا له اللي لقى راحته بلاه بالش بغى يدير بالعقل وي دوك صامد شكرا بزاف 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 على هذا الوقت هذا تجاوزنا الوقت بنص ساعه يعني كنا متفقين على ساعه ففتنا شكرا للناس كاملين اللي حضروا معنا اسف ان كانوا اسئله اللي ربما ما طرحتهاش فتنتمنى انكم تكونوا دوزتوا معنا وقت جميل الا بغيتي تقول للناس شي كلمه اخيره دوك صامد تفضل انا كنقول لهاد الناس دابو رمضان مبارك واش ندير الصواب وي ما قلناش مبروك عواشر اسف وي كم العواشر ومبروك عليكم هذه ليله النص ديال رمضان ندخل عليكم ان شاء الله بالخير وبالبركه الى عندكم اسئله اللي كتعلق ما اعرف وما املكه من قله معرفتي مرحبا بكم عندي في لاباج ديالي انستغرام دوك صمد حاجه ثانيه اللي بغيت نقول الله يجازيكم بخير الى ما روليو سبعانكم لحقاش دابا مبقاش لسانكم روليو سبعانكم اومو غير 10 د المرات قبل ما تكتبوا شي كلمه الإنسان لحق شرب كلمة كتحيي وبكلمة كتقتلو كلمة كتحيي وبكلمة كتقتلو ما كنتوجهش للمسلم أو كنتوجه للإنسان كإنسان إذا كنت كتقبل على راسك أنك تنعس في مخدة وتقول بأنني اليوم أديت إنسان اللي كان غادي يقتل راسه ولا بتدخل اللي يقتل راسه بسبب كلمة مني بتدخل خرج غي ضحك ديرها هذه ماشي نصيحة هذا التماس تلتمسوا منكم كنلتمسوا من الناس اللي كيسمعوا الناس اللي كيشوفوا عفاكم ماشي حتى بالنسبه ليا ما انا قلت لكم عندي حتى شي حاجه نخسرها مستقبلا ملي تبغوا تنعتوا شي واحد اولا تنعتوا شي وحده لويو سبعانكم واحد العشرات المرات لحقاش راه الدنيا دواره وشكرا لك هشام ولك مني كل الاحترام والتقدير وسمح لي لحقاش تعطلت عليك باسكو كان خصنا نديرو لايف قبل من هاد الوقيته هادي مي انا راه الاشاره
ولا بغيتي تجمع أسئلة بالنسبة للمشاهدين ديالك ونجاوب عليها بكل فرح، لأن كيف ما قلت لك ماشي بالجميل، وهذا واجبي الإنساني تجاه أخي الإنسان. شكرا عزيزي. الله عليك، وراك داوي خاوي، إنما داوي خاوي في العامر. أنا عزيز عليا داوي، خاصني نبقى داوي خاوي. شكرا بزاف دوك صامت، شكرا عزيزي، شكرا الناس كاملين، ونتشوفوا مرة أخرى في حوار جديد من حوارات هشام. تحياتي، باي. إذا ما